السلام عليكم. وصفتنا اليوم غتكون عبارة على طريقة العمل أو تحضير العجين المورق. الطريقة الأصلية غتكون طريقة جد مبسطة بحول الله. غنحتاج 500 غرام ديال الدقيق الأبيض، تكون نوعية جيدة. غنضيف ليه واحد القبصة من الملح، بيضة واحدة، غنضيف ملعقة صغيرة من الخل والماء البارد باش نجمعو العجين. من الأحسن أنه الماء يكون بارد من الثلاجة. غنخلط البيضة مزيان مع الدقيق، غنبدأ نجمع بالماء البارد. غنضيف كمية بكمية وانا كنجمع باش نتحصل في الاخير على عجين يكون متماسك، يعني ما يكونش قاصح بزاف وايضا ما يكونش مرخوف. نتفادوا اننا نجمعوا العجين يكون مرخوف باش ما يعذبناش في الاخير مني ندخلوا فيه الزبدة. هنايا من بعد ما جمعت العجينه ديالي داو القوام ديالها كتكون متماسكه، غندلكها ونجمعها مزيان باش نتحصل على عجين يكون متجانس. غادي نوضع هاد العلامه ديال زائد فوق العجين بهذا الشكل، غنغطيه مزيان مزيان بالبلاستيك الغذائي وغندخلو المجمد من الأحسن واحد الساعة ونخليه يرتاح. وهنايا من بعد ما ارتاح لينا العجين ساعة كاملة في المجمد غنخرجوه، غنستعنو بالقليل من الدقيق غنرشوه على سطح العمل وغنفتحو العجينة ديالنا بالشكل اللي كتشوفوه في الفيديو، يعني كنفتحو الأجزاء الأربعة وكنخليو الوسط ديال العجين غليظ. كناخدو 250 غرام ديال زبدة الطريق اللي عجناها أو سرحناها على شكل مربع بهذه الطريقة، غنوضعوها في وسط العجين وغنغلقو عليها الأطراف الأربعة، غنغلقو مزيان الجوانب حتى ما كتبانش لينا العجين. غنقلبو العجين وغنحاولو نسرحوها مزيان على شكل مستطيل. هنايا العجينة المورقة الأصلية كتحتاج منا 6 ديال الليتور أو 6 ديال الدورات أو 6 ديال طي العجين. هنايا غنختصروا 3 ديال ليتور بتور دوبل، يعني بطي العجين من جوج جهات، و 3 ديال ليتور غنعملوهم عاديين. هنايا من بعد ما سرحت العجينه ديالي على شكل طولي كتشوفوا الشكل ديالها، هنايا غنبداو الطي الاول بدوبل تور. كتشوفوا انني طويت واحد الجانب من العجين كبير واحد الجانب طويته قصير بهذا الطريقه حتى كنتحصل على مربع، هذا كنسميوه دوبل تور. هنايا عندي جوج ديال لي تور، بقاو لينا اربعه. دابا الجو بارد، مباشرة كنبدا لي تور اللي باقيين، مباشرة غنسرح العجينة ديالي أيضا المستطيل الطويل، كنسرحو حنايا. كناخدو البال ديالنا من الجوانب باش متقطعش لينا العجين وتخرج لينا الزبدة.
كيبان لكم انه بزاف ديال لي تور، ولكن العجينه ملي كتكون سهله بسرعه كتكملوا لي تور. يعني هاد العجينه كتوجد بسرعه، وهي في الاصل كتجي مورقه ورائعه. هنايا غنعمل تور اخر، تور عادي، يعني كنطوي جانب على اخر بنفس العبار. هذا كيتسمى تور واحد. هنايا عندي ثلاثة ديال لي تور. غنسرح العجينة مباشرة للمستطيل كما كتشوفوا، بما انه طوينا العجين في المرة السابقة التور العادي، هنايا غنطويوها لدوبل تور، يعني واحد الجهة كتكون طويلة على الجهة الاخرى كما كتشوفوا. كنحاولوا اننا نسويو الجوانب جيدا باش يخرج معنا في الاخير واحد المربع يكون متناسق، ما تكونش شي جهة طالعة وشي جهة نازلة، باش تحصلوا على طريق جيد. كنحاولوا نفكوه ونعدلوه حتى نتحصلوا على الشكل المرغوب فيه. هنايا كنطوي واحد الجهه قصيره، والجهه الثانيه كتشوفوا انني طويتها على المربع كامل. هنايا عندي خمسة ديال لي تور، بقى لينا تور واحد اخير. غنسرح العجينه ديالي مع الاستعانه دائما بالدقيق، ما كنكثروش الدقيق، غير شويه وقت اللزوم فقط. غنسرح العجينه ديالي ايضا المستطيل وغنطويه للتور الاخير. هنا الاشاره، الى حضرتوا هاد العجين مورق في فصل الصيف خصكم تدخلوا العجينه للتلاجة تبرد بعد كل تور كتعملوه، لان الزبده ما كتذوب في درجه الحراره. اما الان فالجو بارد، يعني ما كنحتاج انني ندخلها للثلاجة. هنايا التور الاخير، هنايا كنتحصلوا على ستة ديال لي تور الاصليين. العجين المورق الاصلي سهل، كنتحصلوا في الاخير على عجين جد 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 رائع ومورق. هذا هو العجين ديالنا، كندخلوه الثلاجه يبرد كيكون جاهز للاستعمال مباشره. كتشوفوا العجين من بعد ما برد لينا رائع جدا. ان شاء الله نعمل لكم فيديوهات المملحات او ايضا وصفات حلوة من هاد العجين اللي كيجي جدا رائع. كتشوفوا التوراق ديال العجين، كنشكركم على المشاهدة، ودائما الموعد ديالنا كيكون في القناة فيديو جديد بحول الله.